أكاديمية التغيير القطرية ذراع تميم السرية لتمرير العمليات المشبوهة. يبدو أن فضائح النظام القطري لن تنتهي وجرائمه ليس لها حدود، فمن استخدام المساجد والمراكز الدينية لنشر الإرهاب، بدأ يستخدم منظماته التي يزعم أنها تعمل في المجال الإنساني في نفس الأغراض. ومن بين المنصات التي يستخدمها تميم ونظامه لدعم الإرهاب أكاديمية التغيير، والتي تم تأسيسها في لندن عام 2006، ثم تم افتتاح فرع لها في الدوحة عام 2009. حملت أكاديمية التغيير على عاتقها تدريب الناشطين المفجرين لثورات الربيع العربي، حيث كان يتم في الدوحة وفيينا عبر الإنترنت تحت عناوين أفكار الثورة وأسلوب رفع المطالب وخطوات العصيان المدني، ويعد بنك قطر الإسلامي أبرز مموليه. وكشفت تقارير أن معظم القائمين على تلك الأكاديمية من المنتمين إلى جماعة الإخوان المدعومين من النظام القطري، وتعتمد على نظرية الفوضى الخلاقة، ويترأسها هشام المرسي صهر يوسف القرضاوي. وأوضحت التقارير أن هشام المرسي، والذي يشغل منصب مدير أكاديمية التغيير، هو صهر يوسف القرضاوي وزوج ابنته سهام، ويشرف القرضاوي بنفسه على تمويل وتدريب الشباب العربي على إسقاط الأنظمة وزعزعة الأمن في مصر ودول الخليج وسوريا وتونس وليبيا. ووفق التقارير، فإن الأكاديمية ليست هي المشروع الوحيد الذي دشنه النظام القطري لزعزعة الأوضاع في المنطقة، فقد تضمنت المهمة القطرية مشروعين. الأول هو مشروع النهضة ويديره القطري جاسم سلطان، والمشروع الثاني الذي تولته المهمة القطرية هو أكاديمية التغيير عبر زوج ابنة الشيخ يوسف القرضاوي هشام المرسي، وهو منفذ مهم لما ينظر إليه ويضعه جاسم سلطان من خطوط فكرية ومنهج للتغيير والنهضة.